أدي عندي كم صفحة؟ عندي حاليا صفحة 2، بعد كده 3. نكتب أي حاجة في الصفحة الثالثة مثلا. عايز أخلي الصفحة الثانية بلون مختلف، على لما باجي أعمل بيش كلر بيعملها لي على المستند كله، على المستند كله. لا أنا مش عايز المستند كله، أنا عايز الصفحة الثانية بس. إزاي أعمله على الصفحة الثانية بس؟ بروح على Insert، بعد كده بختار Shapes، بختار اللي هو الريكتانجل المستطيل، بحاول على قد ما اقدر اغطي المستطيل، اغطي بيه الصفحة كلها. تمام، كده انا غطيت بيه الصفحة كلها. بروح على في حاجة اسمها هنا برينج فورورد، وفي حاجة اسمها سند باكورد. اختار السند باكورد، ارسال للخلف، اختار حاجة اسمها سند تو باك، هو كده راح للخلف. بعد كده اختار الراب تكست، هخليه بيهايند تكست، الراب تكست اختار بيهايند تكست. الناس اخدت بالها انا عملته ازاي؟ هنعمله تاني، insert shapes، اختار شكل المستطيل، بغطي بيه، احاول على قد ما اقدر اغطي بيه الصفحة كلها. بس بيحصل معاه مشكلة لو عامل هيدر وفوتر، لو عامل هيدر وفوتر ليها حل. ليها حل، هحاول اوصل لكم الحل بتاعها. بعد اللون قلنا هنختار سند باكورد اللي هو سند تو باك، بعد كده بختار حاجة اسمها الراب تكست، خليها بيهايند تكست، اغير اللون مثلا من الشيب ستايل، انا عايز اللون ده، او مثلا عايز اللون ده. فالناس أخدت بالها كده، الصفحة الأولانية بلون، الصفحة التانية بلون، والصفحة التالتة بلون. في ناس برضو سألتني سؤال على الوتر مارك اللي هو العلامة المائية. لما باجي أعمل العلامة المائية بعملها بتيجي معايا على الصفحة على المستند بالكامل. أدي اخترت علامة مائية مثلا، ايا كان العلامة المائية، دوست ابلاي، فهيجي لي على كل المستند. هذه العلامة المائية الناس واخدة بالها منها. تمام، هي موجودة هنا بس عشان انا عامل شكل مستطيل، فهتلاقيها ايه ظاهرة من تحت. لو جينا قللنا شوية اهو الشكل، الناس واخدة بالها ايه العلامة المائية ظاهرة. انا مش عايز الشكل ده، انا خلاص عرفت ازاي اعمله. تمام، الشكل ده برضه هشيله تاني. فالناس لو واخده بالها العلامه المائيه اهي من تحت. تمام، انا عايز اعمل علامه مائيه على صفحه، كل صفحه علامه مائيه غير التانيه، كل صفحه علامه مائيه غير التانيه. بعمل ايه ساعتها؟ بروح على insert. تمام، بروح على insert، بختار shapes، بختار شكل المستطيل. تمام، shapes، اخترت شكل المستطيل، تمام، الشيب فيل اخليه نو فيل، الاوت لاين اخليها نو اوت لاين. بس قبل ما اعمل الكلام ده اكتب الكلام اللي انا عايزه، مثلا
هكتب الأول عملت إدراج لمستطيل، كتبت اللي أنا عايزه جواه، مثلا أغير اللون خليه أحمر كمثال مثلا، بروح على فورمات من الشيب فيل اختار نو فيل، ومن الشيب اوت لاين اختار نو اوت لاين. بس قبل ما اختار نو اوت لاين شبس على الناس واخده بالها، انا هذا اهو معايا مستطيل ما فيهوش فيل. فمثلا الناس لو واخدة بالها علامة الدوران دي بمسكها زي كده، أقعد أدور في الشكل زي ما أنا عايز. أنا عايز أخلي كده أهو، أكبر زي ما أنا عايز، أدي كبرت تاني برضو، تمام. فالناس لو واخدة بالها الاسم نفسه التخانة بتاعته أكبر من الكلام المكتوب في المستند. فبروح على قائمة فورمات اللي فوق، أختار من الراب تكست، أختار behind the text، send to back، أرسل للخلف. نرجع تاني نعيد على الموضوع، ازاي الون صفحة تمام مختلف عن الصفحة التانية. انا مثلا الصفحة رقم 2 عايز اخليها بلون تاني غير الصفحة الاولى، فبعمل ايه؟ بعمل ايه؟ بروح على insert، بعد كده بختار shapes، بختار شكل الريكتانجل اللي هو المستطيل، حاول املي بيه الصفحة على قد ما اقدر. ادي مليت الصفحة، شوف مثلا اللون، اخترت اللون ده من اول حاجه، اختار السند تو باك، بروح على راب تكست بخليه بيهايند تكست خلف النص. ادي اول صفحه بلون والصفحه التانيه بلون، وهكذا لو عايز اعمل كل صفحه بلون تاني مختلف على التاني. تمام. زي ما قلنا انا في الوتر مارك لما باجي اعمل ادراج للوتر مارك بيدرج على المستند بالكامل. عايز اعمل ووتر مارك مثلا للصفحه التانيه، بس للصفحة التانية بعمله ازاي؟ بروح على insert shapes، بنختار اول حاجة خالص اللي هو التكست بوكس، او بنختار من هنا التكست بوكس سواء من هنا او من الشيبس، اختار التكست بوكس. هذا ادراج
تكست بوكس اكتب فيه اللي انا عايزه. تمام، كبرت زي ما انا عايز اهو. اللون احاول اخليه لون خفيف شوية زي كده مثلا. بروح على الفورمات، الشيب فيل هخليها نو فيل، والشيب اوت لاين هخليها نو اوت لاين. همسك زي ما انا التكست بوكس اللي انا درسته ومن علامة الدوران دي اللي ظاهرة معانا، بدور النص، عملت تدوير للنص، عملت تدوير للنص بس برضو هو موجود فوق الكلام. وبروح على السند تو باك، بختار السند تو باك وبختار بيهايند تكست، فكده ظهر معايا خلف النص، ظهر معايا خلف النص. هذه الصفحة الأولانية ما فيهاش ووتر مارك، الصفحة التانية فيها، الصفحة التالتة ما فيهاش. تمام، فهنلاقي الصفحات مترقمة من أول صفحة، هنلاقي الصفحات مترقمة من أول صفحة. أدي واحد، أدي اتنين، أدي تلاتة. دي أول خطوة بعملها، الناس تركز معايا في الخطوات. الخطوة التانية، أنا عايز أبتدي الترقيم من أي صفحة؟ أنا عايز أبتدي الترقيم من صفحة رقم اتنين، من الصفحة رقم اتنين، الصفحة دي عايز أخلي دي رقم واحد، أعمل إيه؟ بروح على نهاية الصفحة الأولانية، بروح على اللي أوت، بعد كده بختار بريكس، أختار نيكست تبيج. المؤشر نفسه راح على بداية الصفحة التانية، المؤشر راح مع بداية الصفحة التانية. تمام، بعد كده بروح على الرقم، او قبل ما اروح على الرقم اروح على انسرت، برضو البيج نمبر، الفورمات بيج نمبر. تمام، قبل ما اكمل اول خطوة عملناها ايه عشان الناس تفتكر؟ اول حاجة ادرجنا رقم للصفحة، بعد ما ادرجنا رقم للصفحة رحنا على نهاية الصفحة الاولانية، ورحت على قائمة لي اوت، واخترت بريكس، اخترت نيكست بيج، الصفحة التالية. تمام، الصفحة التالية، بعد ما رحت على الصفحة التالية روح أعلم على الرقم اللي أنا اللي موجود في الصفحة دي. تمام، شايفين فوق خالص في حاجة اسمها اللينك تو بريفيوس، ارتباط بالسابق. لو ملاحظين إن هي متظللة عليها زي لون رمادي كده، فبدوس عليها وبشيل الارتباط بالسابق. بعد كده بروح تاني على قائمة انسيرت، اختار بيج نمبر، اختار فورمات بيج نمبر. بعد كده تحت بيقول لك ستارت ات، يعني هيبدأ من كام؟ من رقم واحد، فدوست اوكي. الناس لو ملاحظة ان الرقم اتغير، بيجي واحد وتحته بيجي اتنين، الصفحة الأولانية زي ما هي واحد، بس هي كده خلاص أنا بروح عندها وبشيل الرقم وأدوس على كلوز هيدر أند فوتر، فكده الترقيم بيجي من الصفحة التانية. نعملها تاني عشان خاطر الناس أهو، أنا هشيل ده. أول خطوة بنروح على insert، بعد كده page number، البوتوم اوف بيج، هختار الارقام، فترقمت معايا من اول صفحة اللي هو واحد اهي، بعد كده اتنين، بعد كده تلاتة. دي اول خطوة. الخطوة التانية، انا عايز ابتدي الترقيم من اي صفحة؟ عايز ابتدي الترقيم من الصفحة التانية، من الصفحة دي، من رقم واحد، فاعمل ايه؟ بروح على نهاية الصفحة الأولانية، بعد كده أفتح تاب لي أوت أو بيج لي أوت اللي معاه 2010، هنختار بريكس،
بعد كده بختار حاجة اسمها next page، الصفحة التالية. فنلاقي تلقائي المؤشر راح على الصفحة التانية، تمام؟ بنزل على الرقم نفسه بدوس عليه، هنلاقيه عامل لي لينك تو بريفيوس، ارتباط بالسابق، فبعلم عليه كده. انا بشيل اي ارتباط بالسابق، يعني هو ملهوش اي دعوة بالسابق، تمام. بعد كده بروح على قائمة انسيرت، اروح على بيج نمبر، اختار فورمات بيج نمبر، ظهرت معايا القائمة دي، تمام. بختار منيها ستارت ات، بكتب الرقم اللي عايز ابدا منيه، ادي واحد مثلا، دوست اوكي، بعمل كلوز هيدر اند فوتر. هتلاقي الترقيم بدأ من الصفحة التانية، ادي واحد وادي اتنين، دي واحد فضل زي ما هو، فبروح بمسحه كده. انا بدأت الترقيم من الصفحة التانية. وبكده اخدنا ازاي كل صفحة نلونها بلون، ازاي اعمل ووتر مارك لصفحة واحدة بس مش للمستند كله، وازاي اعمل ترقيم للصفحات. الحاجة الرابعة اللي هناخدها في حد هيسأل قبل ما اكمل، في حد عنده سؤال؟ اللي عنده سؤال اكتبه لي على الشات او افتح الميكروفون. تمام اكمل. جيت انا مثلا كتبت ترقيم. السلام عليكم، معلش وعليكم سؤال السلام. بالنسبه لتلوين الصفحه بطريقه الريكتانجل دهيت، دي بتداري على الهيدر والفوتر، هل ينفع ان انا بالظبط، اعمل طريقه ان انا اخلي الهيدر والفوتر يظهروا ولا صعب؟ هو للاسف مفيش طريقه يعني تظهر لك الهيدر والفوتر، بس انا هحاول اوصل لكم الطريقه، ولو وصلت ليها هقول لكم عليها ان شاء الله، بس هو طيب لحد الان دي الوسيله الوحيده، يعني يا اما اعمل مفيش هيدر الفوتر وفوتر يا اما اعمل التلوين الصفحه بطريقه المربع دي. بالظبط. بس يعني حكيت ان انا الون صفحه، معلش الناس تكتب الميكروفون. طب بعد كده معلش هسالك سؤال تاني. تمام اتفضل. السؤال التاني بالنسبه لحضرتك، لما قلت بالنسبه للبوردرز بتاعت الصفحه، انا ما عنديش غير اوبشن يا اما اول صفحه والباقي لا، او الـ 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 او اول صفحه لا والباقيين او كله، لكن ما ينفعش اخد ثالث صفحه، لان كان في التاسك انت عايزنا نحط بوردر على ثالث صفحه. هو التاسك انت لما تيجي تعمل تحديد، انا الفكره نفسها الصفحه الثالثه دي كان ممكن تخليها الصفحه الاولانيه، تمام، وتعمل اللي هو اللي هي البوردر بس اول على صفحه اول صفحه بس. لكن ما فيش اوبشن ان انا اعملها ثالث صفحه كده لوحدها. لا لا للاسف. طيب جزاك الله خير، تمام. شكرا. لا سؤال هنا او كلام للناس، ان انا مثلا لو شغال على مستند مش بتكون لطيفه او مش بتكون كويسه ان انا كل مستند اشتغله بلون غير التاني، دي حاجه مش فورمال، تمام، حاجه مش فورمال، حاجه مش رسميه، تمام. فانا ان انا اشتغل كل مستند او كل صفحه بلون غير التاني، يعني نطلب نفس اللون اما مش اي لون. وبالنسبة للعلامة المائية برضو نفس الكلام، تمام. مفيش ان انا حدود صفحة بس يا اما بعمل كل مستند ما عدا اول صفحة، تمام. وبالنسبة لترقيم الصفحات في 12 نفس الكلام، في 2013 نفس الكلام، في 16 نفس الكلام، في 19. الناس تركز معايا، أول صفحة تعالى insert shapes، اختار rectangle، احاول اخلي المستطيل يغطي الصفحة كلها، تمام. اختار مثلا اي لون من عندي، اختار. بعد كده بروح على حاجة اسمها السين بورد، اختار. بعد كده التكست اختار behind text،
ده بالنسبة للصفحة. الصفحة التانية عايز أكون تاني نفس الكلام، هعمل نفس الطريقة بالظبط. تمام. الحاجة الرابعة اللي احنا ناخدها النهاردة من الفنيات برضو، لو جيت أنا بكتب أرقام زي كده، تمام. فانا انا عشان اعملها فعشان كده مش هتكون ظاهره عندي، بس الناس لو سمعت معايا حاجه زي كده هتيجي عند رقم 10 هتلاقي الاسم نفسه بعيد زي كده اهو عن الرقم نفسه، هتلاقي الاسم نفسه تلقائي بعيد عن الرقم، في مسافه كبيره ما بينه وبين الرقم. حلها ايه؟ اجي بقف على الرقم 10 كده وبدوس كليك يمين، بختار حاجه اسمها adjust list ending. adjust list ending تمام. نفس القائمه دي بختار حاجه اسمها الفولو نمبر ويز، هختار حاجه اسمها سبيس تمام، وادوس اوكي. الناس واخده بالها عمل ايه؟ درج حاله كله مع بدايه جنب الرقم، بس هنا ليه ما رجعش؟ عشان انا كده كده انا عامله يدوي، يعني انا عامله يدوي، مبعد الاسم يدوي، مبعد الاسم يدوي. لكن لو مش مبعده يدوي الناس هتلاقي ايه؟ هتلاقي عندها ده، هنرجع تاني اهو، رجعنا تاني تمام. هتلاقي في مسافة ما بين الرقم وما بين الاسم، ساعات المسافة دي بتكون كبيرة. ازاي احل المشكلة دي؟ باجي عند اي مكان ادوس كليك يمين، اختار حاجه اسمها adjust list indent، بختار منها الفولو نمبر ويز، اختار سبيس، ادوس اوكي. هتلاقي الاسماء كلها قربت من الرقم. طيب دي الفنيات اللي احنا كنا عايزين نقولها في الأول، فأي حد عنده أي سؤال في الفنيات دي يا ريت يقول لي عليها. تمام. هنراجع على الترقيم تاني. ماشي، أنا اديت على فكرة 10 دقايق للصلاة. تمام. فأنا يعني لمدة برضو 5 دقايق تاني كده أو لحد الساعة 6 مش هشرح حاجة جديدة، فاللي عايز يروح يصلي يروح يصلي. تمام. أنا بس إيه، لو في أي حد عنده أي فنيات أنا ممكن يعني الحاجات اللي قلناها النهارده ممكن نراجع عليها تاني. بالنسبة لي لو عايز أعمل ووتر مارك علامة مائية في نص المستند، أنا مش عايز أعمل المستند كله، زي ما قلنا بنعمل إيه، بنروح على Insert Shapes، بختار أول حاجة اللي هو التكست بوكس. تمام. بكتب داخل التكست بوكس الكلام اللي أنا عايزه. تمام. كبر وصغر زي ما انا عايز. اخلي على الاقل مثلا الكلام ده ما اخليهوش كده غامق، اخليه مثلا اخلي ايه لون خط يكون بهتان شويه. لو اخترت لون زي ده بروح على فورمات، بختار السند باكورد، سند تو باك، بختار راب تكست، اختار بيهايند تكست. من هنا الشيب فيل هختار نو فيل، الشيب اوت لاين هختار نو اوت لاين، زي ما انا كده اهو حركه زي ما انا عايز اهو.
عايز اعمل له اماله، شايفين اللي هو السهم اللي ملفوف ده فوق، بمسكه مني وحرك زي ما انا عايز اهو كده. انا عملت علامه مائيه في الصفحه الثالثه بس. التكست بوكس في الانسيرت، انسيرت اختار شيبس، اول حاجه خالص تكست بوكس. الناس اللي مش لاقياها في نفس القائمه هتيجي في الاخر خالص في حاجه اسمها تكست بوكس. تمام. جزء الأدجاست، ساعات الناس بعد رقم 9، بعد رقم 9 رقم 10 المسافة ما بين الاسم وما بين الرقم كبيرة خالص، فبعمل ايه؟ باجي على اي مكان او رقم 10 وادوس يمين. اول حاجه بس تمام، يمين اختار حاجه اسمها adjust indent، adjust list indent. تمام. بعد كده في حاجه اسمها الفولو نمبر ويز، اختار منها السبيس وادوس اوكي، فكده ظبط لي، خلاه الاسم قريب من الرقم، خلاه الاسم قريب من الرقم. احنا في موضوع التلوين شيبس، بختار شيبس تمام اهو، تمام حاول اغطي بيه الصفحة كلها، ادي غطيت بيه الصفحة كلها تمام. لو اللون عجبني تمام، لو عايز اغيره بغيره من الشيب ستايل. بروح بعد كده على حاجة اسمها السند باكورد، السند باكورد هختار منها السند تو باك. بعد كده من الراب تكست هختار بيهايند تكست، خلف النص، فكده اهو ظهر لي كأنه خلف النص، كل صفحة بلون غير التاني. معلش توضيح للسؤال اللي هو عايزة تعملي لون مختلف وعلامة مائية لصفحة معينة. ماشي، أنا مثلا هنحاول أحاول أجرب معاكم، ما جربتهاش قبل كده بس نجرب معاكم. هذا أنا أدرشت شيب، عايز أعمل علامة مائية، قلنا من تكست بوكس تمام، هذه التكست بوكس كتبت اللي أنا عايزه، أنا مدي لون أو مدي شيب للصفحة دي تمام. قلنا نعمل ايه؟ بنروح على send to back، بختار behind text، فهي اختفت نزلت لتحت خالص، خلينا زي ما احنا هنا اهو، هنلاقي لها حل تاني دلوقتي. قلنا الشيب fill هنختار no fill، والشيب outline هختار no outline تمام. اللون نفسه هحاول اغيره، اخليه مثلا لون خفيف من قائمة هوم. اللون نفسه انا اخترت اللون ده تمام، اخترت اللون ده، باجي على باب تكست، في حاجة اسمها ان فرونت اوف تكست، بدوس عليها واعمل له اماله زي ما انا عايز اهو، كبر وصغر فيه زي ما انا عايز برضه. بس يعني الفكره نفسها متغطي على الكلام ليه؟ ان اللون نفسه، اللون نفسه انا مش واخده فاتح شويه. يعني مثلا هاجي على هوم اختار حاجه زي كده مثلا،
احاول اظبط بحيث ان اللون يكون الدرجه بتاعته خفيفه شويه. يعني احاول على قد ما اقدر اجيب درجه خفيفه، انا مثلا عايز زي كده. ما فيش مشكلة، يعني ممكن من هنا اختار مور كولر، اختار مثلا اي لون خفيف كده اهو، اقعد ادور لحد ما اوصل للون خفيف. اخترت مثلا اللون ده اهو، بحاول اوصل للون خفيف على قد ما اقدر. احاول العب في الراب تكست مثلا هنا، بس واخدة بالي ايه اللي بيحصل معانا. ان المشكلة انت حاطط 2 شيب على بعض، فانا مثلا ادي الشيب ده او الشيب اللي تحت انا حددته، اعمل له برينج فورورد. لو عملت له البرينج فورورد والشكل ده زي ما هو خليته سند تو باك، فبحاول اظبط فيه على قد ما اقدر يعني. تمام، ما هي ممكن اللون نفسه ممكن نحاول نوصل انه يبقى فيه لون خفيف. تمام، على قد ما نقدر مثلا أدي قائمة هوم وأدور على لون يكون خفيف. الفكرة نفسها البيش كلر، اللون نفسه اللي احنا حاطينه، اللون نفسه يعني لون غامق فمغطي على الكلمة من فوق. طب مثلا حاول أعمل أي لون فاتح، مثلا جيت أنا على الصفحة رقم 3 حاولت أعمل insert shapes، ماشي اللون نفسه هخليه، أقعد أجرب في الألوان اللي عندي أهو، خليته لون زي كده. تمام، بعد كده قلنا نروح على السند باك وورد، أختار سند تو باك. من راب تكست أختار بيهايند تكست، هاجي برضو من انسيرت أختار التكست بوكس، هاي التكست بوكس هكتب مثلا أيا كان الاسم اللي أنا هكتبه، أقعد أكبر وأصغر كده زي ما أنا عايز. تمام، زي ما قلنا اختار لون خفيف شوية، اختار اللون ده. بعد كده خليه نو فيل واختار نو اوت لاين. الفكرة بس ايه، بيكون صعب شوية حكاية ان انا حاطط 2 شيب على بعض. تمام، ادي عملت اللون برضو مغطي على بعض الحاجات، بقعد العب شوية في اللي هو السند تو باك والراب تكست، خليه مثلا بيهايند تكست، شوف اخليه فين انا ابتدي اشتغل فيه. تمام، تعملهم جروب ازاي؟ يعني انت مثلا الشكل ده اهو، حددت الشكل التاني، عايز تعمل لهم جروب. انا لما عملت جروب شوف اللي حصل، فلا بقعد احاولوا فيه لحد ما هتلاقوا ايه نفسكم وصلتوا ليها. بس يعني كنصيحة ان انا اخلي كل صفحة بلون، مش حاجة فورمال، أو حتى لما أعمل مشروع تخرج يا إما أخلي كل المستند بنفس اللون يا إما محطلهوش لون أصلا. في علامة المائية نفس الكلام.
تمام. يبقى كده أخدنا اللي هو تلوين صفحة معينة، وأخدنا اللي هو العلامة المائية لصفحة واحدة برضو، أخدنا برضو الترقيم من صفحة الصفحة اللي أنا بختارها، أخدنا برضو إزاي لو أرقام متباعدة إزاي نقربها، وأنا لو عندي 2 شيب بعمل إيه؟ بحدد الشكلين مع بعض عن طريق انا بختار اول شكل، بعد كده بدوس كنترول اختار الشكل الثاني، تمام. ولو عايز اعمل لهم جروب بعمل لهم جروب، لو مش عايز اعمل لهم جروب انا عندي شكلين، حددت الشكلين دول، انا مثلا اهو اروح على الصفحة رقم 3، تمام، ادي رحت على انسيرت، هذا عندي مثلا شيب، على انسيرت عندي شيب تاني، مثلا حطيت الشيب ده فوق الشيب ده، وأروح على فورمات عايز اخليه يرجع لورا اهو، بس هنغير اللون عشان يظهر اكتر معانا، ادي اللون نفسه الناس واخدين بالها، ادي انا خليته ورا الشكل، حدد الشكل نفسه بس بحاول اخليه اهو تاني، انا كده مسكت الشكل، ادي شكلين، امسك الشكل ده احطه فوق ده اهو، تمام كده، اغير اللون برضه عشان يكون ظاهر معايا، اخترت اللون ده، عايز اخلي الشكل اللي فوق ده خلف الشكل اللي من تحت، بروح على بحدد الشكل الاول، بروح على سند باكورد، اختار سند تو باك، عايز اخلي المستطيل هو اللي خلف، بحدده برضه واروح على سكند تو باك، عايز اعمل لهم جروب بحدد الاثنين عن طريق انا بحدد اول شكل وبعد كده بدوس كنترول وبحدد الشكل الثاني، بروح على فورمات بختار جروب، فالاثنين حتى لما اجي احركهم الاثنين اتحركوا كشكل واحد، تمام. دمج اللي هو ازاي؟ انت بتعمل دمج لو معاك تيبل ومعاك خليتين عايز تعمل لهم دمج هتعمل لهم دمج، لكن حاجه زي كده انا عايز اعمل لهم اسمها جروب وليس دمج، الجروب غير الدمج، فانا هعمل كاني بعمل دمج بس الفكره نفسها جروب حاجه والدمج حاجه، يعني مثلا انا جيت ادرش تيبل عايز ادمج مثلا دول، تمام، اروح اعمل لهم ميرج خليهم لي كلهم كخليه واحده، اما دول انا كده اسمها بعمل له جروب، احنا قلنا بالنسبه للحدود مش متاح عندي غير ايه، يعتبر 3 اختيارات اللي هو الوول دوكمنت والزيز سيكشن، الاثنين نفس الاختيار فبيعمل لي الحدود حدود على المستند بالكامل، بعد كده بيقول لك this section first page only، يعني معناها ان هو هيعمل لي الاطار على الصفحه الاولانيه بس، بعد كده اخر حاجه خالص في حاجه اسمها this section all except first page، هيعمل لي المستند كله ما عدا اول صفحه، يعني يا اما اول صفحه بس والمستند لا، يا اما كل المستند ما عدا اول صفحه، دي الخيارات المتاحه معايا، دي الخيارات المتاحة معايا. لا لما باجي اعمل بوردر ما فيهاش تحديد، ما بقدرش احدد، ما بقدرش احدد صفحة وصفحة، لا دي الخيارات المتاحة معايا في البرنامج. تمام. هنخش على قائمة لي اوت، قائمة لي اوت
اللي هو تخطيط. تخطيط الناس لو تفتكر احنا خدنا الحاجات دي قبل كده في اللي هو اعدادات الطباعة، هو اصلا القائمة دي خاصة بايه؟ خاصة بالطباعة، باعدادات الطباعة فقط. هو الخيار المتاح حاليا السؤال ازاي اخلي مثلا كتابة صفحة رقم 3 ازاي اخليها هي رقم 1، او ازاي مثلا اخليها يعني مثلا انا دلوقتي اهو انا كتبت الصفحة دي، عايز الصفحة دي زي ما هي كده خليها مكان الصفحة رقم 1. هي هتبقى حاجة متعبة شوية ان انا بعمل بحدد الصفحة دي كلها، الصفحة الثالثة. باجي مثلا هنا بختار من قائمة السيرت اللي هو البيج بريك، البيج بريك، بعمل لي صفحة فارغة، باخد الكلام اللي أنا عايز أخليه في الصفحة الأولانية، تمام، باخده كنترول اكس، تمام، واروح على الصفحه الاولانيه الفارغه اللي عندي، ادوس كنترول في، كنترول في، هيتم ادراجها في الصفحه الاولانيه على طول، وفي ناس هتروح مع الصفحه الثانيه. في الحاله دي بتدوس باك سبيس، بتدوس باك سبيس اهو، فانا لما عملت ادراج دي جات لي في الصفحه الثانيه، فبدوس على باك سبيس وديها للصفحة الأولانية. ده الحل المتاح، الحل المتاح، تمام. كنترول اكس بيعمل لي قص الكلام اللي عندي، بيعمل لي قص الكلام اللي عندي، ادي عندي كلام، تمام، الكلام ده عايز اشيله اصلا خالص، فبعمل له كنترول اكس فكده اتشال. عايز نفس الكلام ده بس ما اشيلهوش، اعمل له نسخ كنترول سي اللي هو الكوبي. لو اجي الكلام ده نفسه عايز اعمل له لصق كنترول في اهو، القص كنترول اكس، كنترول اكس اللي هو القص، كنترول اكس اللي هو القص، كنترول سي اللي هو الكوبي اللي هو النسخ، كنترول في اللي هو اللصق. الباك كنترول، معلش توضيح السؤال، ايه هو الباك كنترول؟ اللي هو باك سبيس من الكيبورد، باك سبيس، باك سبيس، تمام، باك سبيس. تمام، زي ما قلنا بالنسبة للترقيم، أنا أدي عملت insert البيج نمبر البوتوم، ادي عملت ترقيم، عامل مستند تاني خالص، تمام، ساوي رانت، فانا تم ادراج معايا كذا صفحة. الصفحات دي عايز اعمل لها ترقيم من قائمة insert البيج نمبر البوتوم اوف بيج، اختار مثلا ادي اختار لي الترقيم كده، عمل لي الترقيم لكل الصفحات. انا مش عايز اعمل ترقيم لاول صفحه، قلنا نعمل ايه؟ نيجي على نهايه اول صفحه، بروح على قائمه لي اوت بريكس، اختار نيكست بيج، هتلاقي المؤشر نفسه تلقائي راح على الصفحه الثانيه،
تمام. بعد كده باجي على الرقم من تحت، ادوس عليه ضغطتين. في حاجة اسمها اللينك تو بريفيوس، ارتباط بالسابق، ادوس عليها واشيلها. تمام، انا كده شلتها. بروح على زي ما انا فاتح كده، بروح على انسيرت البيج نمبر، الفورمات بيج نمبر، من ستارت ات اختار ادي رقم واحد، دوست اوكي، بغلقها من هنا. فهو كده بدأ للترقيم من الصفحة الثانية. أروح على الصفحة الأولانية، هتلاقي في رقم واحد معمول، بشيله يدوي، بشيل رقم واحد يدوي أهو. فكده بدأ للترقيم من الصفحة الثانية. هدي انسرت، عملت شكل، انسرت عملت شكل تاني اهو، اللون نفسه عايزه اسود. بمسك الشكل ده اخليه فوق ده، واروح على حاجه اسمها السند تو باك، ده لو عايز اخليه الخلف، لو عايز اعمل لهم جروب بقى مجموعه. انا كده انا ده كده انا محدد الشكل ده، بدوس كنترول وبحدد الشكل التاني. تمام، بروح على حاجه اسمها جروب، بختار جروب كده، خلى لي الشكلين كلهم شكل واحد. نكمل في القائمة بتاعت لي اوت. قائمة لي اوت عندي زي ما قلنا هي الإعدادات الخاصة بالطباعة. عندي كذا حاجة، المارجنز اللي هو الهوامش، والأورينتيشن اللي هو الاتجاه، والسايز اللي هو الحجم، والكولوم اللي هو الأعمدة. تمام، الكولوم اللي هو الأعمدة. أول حاجة المارجنز، المارجنز اللي هو الهوامش، في عندي هنا هوامش جاهزة ممكن استعملها أهي، استعملت دي أهو النورمال، دي كلها هوامش جاهزة. أنا مش عايز الهوامش الجاهزة ليه؟ بروح على حاجة اسمها الكاستم مارجنز، الكاستم مارجنز. تمام، ظهر عندي هنا المارجنز والبيبر واللي اوت. تمام، اول حاجه بالنسبه للمارجنز، في عندي التوب والبوتوم والليفت والرايت، معناها اللي هو اعلى واسفل ويسار ويمين. بحدد الهوامش اللي انا عايزها، شايفين في البريفيو تحت اللي بيظهر معايا. تمام، الهوامش اللي انا عايزها، البوتوم نفس الكلام، الليفت والرايت برضو نفس الكلام. في حاجة اسمها الجيتر، ايه هو الجيتر ده؟ ايه هو الجيتر؟ الناس عارفة جزء التكعيب، تكعيب اللي بيكون فيه الملازم، حاجة زي كده، ده اللي هو التكعيب، ده اللي هو التكعيب. تمام، ادي برضو دي الآلة بتاعة التكعيب نفسها. تمام، آلة التكعيب، الملازم بيلاقي فيه الملازم نفسها، في اللي هو شكل التكعيب فيها. فإزاي بعمله؟ بعمله من المارجنز، بعد كده كاستم مارجنز، بعد كده الجيتر. أنا بحدد التكعيب زي ما أنا عايز، يعني مثلا أهو الناس واخدة بالها من اللي بيحصل في البريفيو تحت أهو، ده معناها الجزء ده كله فارغ. فالجزء ده انا عايز اعمل له بريفيو، عايز اعمل له قصدي جيتر، عايز اعمل له جيتر. الجزء ده عايز اخلي مكان فارغ عشان احط فيه جزء التكعيب. في طريقه تانية ان هو ايه الطريقه التانية، الناس بتستعمل حاجه اسمها اندنت، المسافه البادئه، يعني بيجي لي عند النص كده يحاول يزود المسافه البادئه اهو. شايفين الفراغ اللي حصل عندي؟ هو ده اللي بيستعمله في جزء التكعيب. دي وسيلة تانية برضو، custom margins، زي ما قلنا التكعيب من هنا اهو زي ما انا عايز. الجيتر بوزيشن اللي هو مكان التكعيب، مديني ليفت وتوب ورايت. بعد كده في حاجة اسمها اورينتيشن اللي هو الاتجاه، اتجاه عرض الصفحة نفسه.
ادي هنا بورتريت، هنا لاندسكيب. انا عايزها لاندسكيب، مش عايز الهيدر اصلا. دوست اوكي، فعمل لي المستند بأورينتيشن لاندسكيب. لاندسكيب اللي هو افقي، بورتريت اللي هو رأسي او عمودي. بعد كده البيجز، مالتيبل بيجز نورمال، لو عادية زي ما هي ظاهرة قدامي كده. بعد كده في حاجة اسمها الميرور اللي هو المراية، الناس واخدة بالها من المراية اهو. لو قعدنا نزود هنا فنفس اللي بيحصل هنا، اللي هو الصفحة من ناحية اليسار هي برضه نفس اللي بيحصل في الصفحة من ناحية اليمين. الناس تبص على البريفيو تحت. لو جيت مثلا أعمل جيتر أهو، نفس اللي بعمله هنا بعمله لي هنا. دي مراية بالظبط من الصفحة الأولانية. تو بيج بير شيت، لو عايز أعمل في الصفحة أقسمها نصين زي كده. بعد كده البوك فولد، الناس تاخد بالها مثلا لما يكون عندنا كتاب مثلا الكتاب نفسه اللي هو الجزء الطيب بتاعه، جزء الطيب الجزء ده اهو بس من ورا، جزء الطي ده المقصود بالبوك فيلد، اللي هو جزء الطي نفسه ما بين الصفحة الأولانية والصفحة الأخيرة. الجزء نفسه، جزء الطي ده نفسه اللي هو من البوك فولد. تمام، جزء الطي لسه هندخل لها تاني من الصفحة. تمام، بعد كده الاورينتيشن زي ما قلنا، الاتجاه الصفحه اللي هو البورتريت اللي هو راسي او عمودي وافق. تمام، بعد كده في حاجه اسمها السايز، حجم الصفحه، الحجم بتاع الصفحه نفسه اللي هو الاي 4، في احجام كتيره. لو مور بيبر سايز، بيبر نفسه اهو، بيبر سايز حجم الصفحه اهو، الحجم اللي انا عايزه. بختار العرض وبختار الويدث اللي هو العرض وبختار الارتفاع زي ما انا عايز. بالنسبة للبيبر سورس، سورس اللي هو مصدر الورقة نفسها، معناها ان انا مثلا لو عايز الفيرست بيج، عايز اول صفحة، الناس عارفة الخامة نفسها بتاعت الورقة، الخامة بتاعت الورقة، في خامة خفيفة وفي خامة سميكة وفي خامة تقيلة خالص، فهي دي اللي اقصد بيه اللي هو البيبر سورس. معناها ان انا لو عايز اول صفحة بخامة، الصفحة التانية بخامة تانية أهو، بختار الاختيارات من هنا. دي كلها خامات بتاعة الصفحة. تمام، الماتيريال بتاعة الصفحة. ده بالنسبة للسايز. بعد كده الكولوم، الكولوم بنستعملها في إيه؟ الكولوم بنستعملها لو بنكتب بيت شعري، أو لو عايز أدرج، يعني مثلا اهو الصفحة دي عايز أخليها كأعمدة، بحددها وأروح على كولوم، بختار تو كولوم، فقسم لي الصفحة خليها لي عمودين. عايز أخليها ثلاثة، خليها 3. فالناس تعرف ازاي ان الصفحة دي فيها 2 كولوم. الناس واخدة بالها من فوق، الشريط اللي من فوق ده خالص في جزء مظلل ناحية اليسار، معناه إن أنت ممنوع تكتب هنا، والجزء المظلل في النص برضه ممنوع تكتب في النص، والجزء المظلل ناحية اليسار إن أنت ممنوع تكتب هنا خالص. فهو هنا عامل لك زي مستطيل كده صغير، المستطيل ده كله باللون الأبيض، معناها إن أنت كده عمود، في الناحية التانية كده العمود التاني. شوف كده لما نيجي نعمل 3 هيعمل إيه؟ 3 أعمدة، ظهر لي 3 حاجات. ازاي بلعب برضه في الاتجاه بتاعه؟ ان انا بروح هنا على المستطيل الصغير ده واقعد ازود زي ما انا عايز اهو، بلعب في المسطره زي ما انا عايز. من هنا برضه اهو، شايفين اللي بيحصل؟ الناس هو تلعب في المسطره زي ما هي عايزه، ده اللي هيحصل معايا.
فرض انا كتبت هنا وعايز بعد اخر حاجة هنا لما اجي اكتب حاجة هتلاقيه زي ما هو معمول ثلاثة كولوم، عايز ارجعه تاني اخليه كولوم واحد، بس انا عايز الشكل اللي فوق ما يفضل زي ما هو ما يتغيرش. لو جيت كتبت هيكتب لي انا دلوقتي بكتب اهو في العمود في النص، اكتب انا شوية مثلا اهو، راح كتب تحت، عايز اروح على العمود التاني داس واروح هنا اهو، تمام وهكذا. انا مش عايز اخليه زي ما هو كده، انا عايز اخليه كله عمود واحد بس زي اللي تحت ده. بعمل ايه؟ بروح على كولوم، بختار المور كولوم، ظهرت عندي القائمة دي. القائمة اللي ظهرت عندي دي هختار منيها 1، تمام. هو حتى هنا جاي لي النمبر اوف كولوم، ادي 2 3 4 5 6 7 8 9 10 زي ما انا عايز، تمام. نمبر اوف كولوم احنا قلنا 1، بعد كده باجي على حاجه تحت اسمها ابلاي تو، اختار حاجه اسمها زيس بوينت، يعني الجزء اللي انا وقفت عنده. انا عايز مثلا يبقى العمود واحد من الجزء اللي انا وقفت عنده اهو، والمسطره بقت كلها ظهرت كعمود واحد. لو جيت كتبت هتكتب له كله عمود واحد اهو، تمام. بعد كده في حاجه اسمها بريكس اللي هو الفواصل، ناس واخدة بالها لما قائمة انسرت أخدنا حاجة اسمها البيج بريك. البيج بريك نفس الكلام هنا في البريكس، بختار بيج بيفصل لي ما بين، أي جيت وقفت هنا عملت اخترت البيج، ف على طول ودالي الجزء اللي أنا وقفت عنده ودهولي في بداية الصفحة التانية، تمام. كولوم دي زي ما قلنا اللي هو الأعمدة زي الكولوم دي اللي احنا اخترناها. التكست راب دي لو أنا عايز مثلا أنزل سطر فاضل تحت، عايز انزل سطر تاني دوست ادي تكست راب نزل لي سطر تاني. النكست بيج نفس الكلام بالظبط اللي هي البيج، بختار اهي ودهن مع بداية الصفحة التانية. عايز برضو انزل سطر فاضي برضو من كونتينيو، اهو بينزل لي سطر فاضي. فالتكست راب نفس كونتينيو، والبيج نفس النكست بيج، الايفن بيج برضو نفس البيج، تمام. الاوت برضو نفس الكلام، هي كلها اوامر مشابهه لبعض. بعد كده اللاين نمبر، ايه اللاين نمبر؟ اخترت مثلا كونتينيو فبيعد لي ايه؟ بيعد لي السطور اللي انا كتبتها في المستند. ادي واخدين بالكم السطور اللي بعدها لي من بدايه الكلام انا وقفت، انا مثلا عايزه يعد لي من اول صفحه تمام، هدوس كنترول زد باجي على اول صفحه خالص اهو، بقف هنا وادوس لاين نمبر اخترت كونتينيو فبيعد لي كل السطور اللي عندي، هذه كل السطور اللي عندي بعدها لي. تمام، هعمل مستند تاني جديد، هذا المستند دوست رنت، انا عايزه يعد لي السند بالكامل فدوست على رحت لي اوت اخترت اللاين نمبر اخترت كونتينيو اهو بيعد لي كل المستند اللي عندي، بيعد لي كل السطور اللي انا كتبتها، وصلت لحد 341 سطر. انا لغيت كده انا وقفت لحد 340 سطر، بيعد لي السطور اللي عندي اهو من اول صفحه لاخر صفحه.
من اللاين نمبر. ستارت اتش بيج معناه انه يعدل لي كل صفحه لوحدها. الصفحه دي انا كاتب فيها حوالي 13، جيت هنا وقفت، دي برضو بعدها لي من اول واحد، الصفحه دي برضو عدها لي من اول واحد، كل صفحه بيعدل لي السطور بتاعتها لوحدها من الريستارت اتش بيج. ريستارت اتش سيكشن نفس اللي هي الكونتينيو، نفس الكونتينيو تمام. في حاجة في قائمة البيج سيت اب مش مفهومة، معلش. في حاجة أخيرة اللي هو اسمها هايبينيشن. ايه هي الهايبينيشن دي؟ يعني مثلا انا بكتب، شايفين اكبر لكم مستند شوية، شايفين علامة الشرطة دي، دي اسمها هايبر نيشن، اللي هي هايبينيشن اللي هو ايه؟ يعني مثلا الناس بتلاحظ، دوست كنترول زد اهو تمام، تمام. دلوقتي مثلا الناس بتلاحظ لو السطر كمل معايا تمام، فهو روح يعمل لي ايه، ينزل لي الكلمه كلها بدايه السطر الثاني، لا انا مش عايز الكلمه كلها. او هو بيجي مثلا تلقائي هنا، فبدوس على حاجه اسمها هايبر بارتيشن، بدوس عليها مانوال، فبيقول لي عايز تحطها فين، عايز احطها هنا، ماشي يس مش مشكله كده، عمل لي الهايبر بارتيشن. الناس بتلاحظ مثلا تكمله الكلمه نفسها، الكلمة نفسها بدل ما ينزلها لك كلها السطر الثاني، فبيكملها لك، بيعمل لك الشرطة دي عشان يقول لك إن تكملة الكلمة دي مع بداية السطر الثاني. اخترت مثلا اوتوماتيك اهو، اهو ناس شايفين مكتوب بي اي سي، بعد كده التي يو ار اي، دي اصلا بيكتشرز، رجعناها تاني اهو، هذا رجع التاني. هنا هي راحت الديفرنت مثلا، او خلينا زي ما احنا ماشي الديفرنت. حد هنا مثلا لو السطر انتهى او نزل لي الكلمه كلها، بس انا لا انا عايز اكمل السطر للاخر، اختار هاي بارتيشن، اختار اوتوماتيك تمام. فاوتوماتيك دي معناها مش الجزء اللي انا حددته بس، لا كل الكلام اللي عندي اللي محتاج يتعمل له هاي بارتيشن، اللي هو حاجة اسمها نقطة فاصلة، نقطة فاصلة. ناس بتلاحظ في بعض الكتب يكون عامل لك الشرطة دي ومكمل لك الكلمة مع بداية السطر الثاني، مكمل لك الكلمة مع بداية السطر الثاني. هو ليه وقف لحد هنا؟ لأن أنا المسطرة فوق آخرها هنا عندي، فمش مسموح لي إن أنا أكتب في الحتة دي. نفس الكلام ناحية اليسار تمام؟ فهو وقف لي لحد هنا، الكلمة بدل ما ينزلها لي كلها السطر الثاني، قسم لي الكلمة لاثنين. أول ما بيقسم الكلمة مش معنى كده إن دي كلمة لوحدها ودي كلمة لوحدها، لا. حط لي علامة اللي هو الفصلة دي أو الشرطة دي عشان يقول لك إن الكلمة دي أصلاً متواصلة لتحت. ما هو بالنسبة للترقيم زي ما قلنا احنا في اللاين نمبر، قلنا بنختار ستارت ايتش بيج، يعني بيرقم لي كل صفحة لوحديها، يرقم لي كل صفحة لوحديها، كل صفحة يبقى لها ترقيم مختلف عن التاني تمام. الناس فهمت الهايبنيشن؟ يعني مثلا ما فيش مكان نكتب فيه الكلمة، يعني مثلا رحت دوست كنترول زد فأدي الكلمة كلها، بدل ما يخليها لسه في مكان فاضي ان انا عايز اكتب فيه كلام، لو كتبت فيه اي حاجه فتلاقيه بينزل لي تلقائي لتحت. ناس لو طلعت لفوق هتلاقي واصل معايا لحد رقم 6، الجزء ده كله فاضي المفروض اكتب فيه،
فساب لي المسافة فين؟ فحلها إيه؟ حلها حاجة، إن أنا بعمل حاجة اسمها الهايبر أو الهايبنيشن، تمام؟ بختار حاجة اسمها أوتوماتيك، فبيكملها لي على لحد النهاية هنا، بيكملها لي لحد النهاية، وبيعمل لك فاصلة ما بين الحروف بتاعة الكلمة، معناها إن تكملة الكلمة دي مع بداية السطر التاني. تمام، هنعيد على الجزء التكعيب في الآخر بس، بعد ما نخلص إن شاء الله هنعيد عليه تاني. تمام، في الحالة دي الناس بتقول مثلا الترقيم مش بيكون 1 2 3 4 هكذا، يكون مثلا 5 10 15. فروحت مثلا لاين نمبر، اختار لاين نمبر اوبشن، بختار اللاين نمبر من هنا، اختار اد لاين نمبر، بكتب الرقم اللي انا عايزه، ادي مثلا 5 فروم تكست، الرقم نفسه بيبعد عن النص قد ايه؟ يعدل لي ايه؟ يعدل لي 1 1 ولا يعدل لي مثلا 5 5؟ لا، يعدل لي 5 5. دوست اوكي، كده اوكي، فهو 10 15 20 وهكذا. تمام، تمام الناس معايا. بعد كده في حاجة اسمها الباراجراف. الباراجراف 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 حلو كده، كنترول زد، عايز ارجع تاني اهو. تمام، جيت مثلا عند الباراجراف دي، البداية بتاعته ناحية الليفت اندنت اللي هو المسافة البادئة، الليفت والرايت. عايز قبل الليفت عايز اخليه مثلا في مسافة اهو 5 من 10 اهو. لا، انا مش عايز ناحية الليفت، انا عايزه ناحية اليسار. واخدين بالكم، انا جيت هنا مثلا عايزه ناحية اليسار بمسافة مثلا 6 اهو. كل المسافة دي يتقلل معايا لكد ما انا عايز، رجعه تاني زي ما انا عايز. دي المسافه البادئه. السبيسنج نفسها اهو، اللي هو بيفور تكست وافتر تكست، اخترت ادي بيفور. واخدين بالكم، قبل النص اللي انا محدده بيعمل لي مسافه، هي دي المسافه اللي هي بيفور. اما افتر، باجي هنا مثلا مع نهايه النقطه دي عايز بعد الباراجراف ده يعمل لي مسافه، والله اهو 30 36، والعب فيها زي ما انا عايز. تمام، هدرج صورة، يعني مثلا دي الصورة دي، هدرج صورة تانية، كده أنا أدرجت صورتين.
ماشي، ما هو اول سطر عادي ادي السطر الاولاني، تمام. عايز اعمل مسافه بين السطرين دول، باجي على لي اوت اختار افطر مثلا، اهو ده بيكون بعد، تمام. احنا قلنا ازاي نعمل المسافات نفسها ما بين اي سطرين، بنحدد اللي عايزين نعمل ما بينهم مسافة، اهو بنحدد دول، او حددت مثلا ايا إن كان انا هحدده، ادي حددت دول، عايز اعمل مسافة ما بين دول، اعملهم ازاي؟ من هوم في حاجة اسمها هنا اللاين اند باراجراف سبيسنج، ادي اختار المسافة اللي انا عايزها اهو 3. بعد كده ممكن ادخل على اللاين سبيس اوبشن، حدد فيها زي ما انا عايز مثلا، او بيفور تكست وافتر تكست، السبيسنج برضو نفس الكلام، اللاين سبيس شوف انا عايزها دبل، عايزها اتليست، وهكذا يعني بحوالي، شوف عايز تعملها بحوالي قد ايه، تمام. تاني لو ادي انا درست صورة في تحتها صورة تاني، معلش استاذه لبنى توضيح اكتر سؤالك، معلش انا مش واضح. احنا كنا خدنا جزء الرينج ده قبل كده، خدناه في الصور وخدناه في البيكشر نفسها، موضع الصورة. موضع الصورة بوزيشن اهو، عايز اخليه فين، ده الموضع بتاع الصورة. الراب تكست برضو اعدادات خاصة بالصورة، البرينج فورورد والسند باكورد، ارسال لي الخلف وارسال لي الامام. بعد كده السليكشن بين، اللي هو لو انا مثلا عايز اخفي الصورة التانية، شايفين علامة العين اللي ظاهرة، بخفي منها الصورة من ورا، تمام. بعد كده في حاجة اسمها الاين، الاين لو عايز اعمل محاذاه للصوره نفسها، اخليها في المنتصف، اخليها في السنتر، اخليها في الليفت، ايا يعني كان عايز اخليها فين. انا روتيت، عايز اعمل تدوير للصوره نفسها. الجروب، ادي الصوره دي لو عندي شكلين وعايز اعمل لهم جروب، او حددت مثلا عملت جروب اهو ليهم، عملت جروب ليهم، تمام. معلش استاذه لبنى، ممكن تفتحي المايك وتوضحي سؤالك اكتر؟ حضرتك بتقولي اللي هو قصدك على الدبل مارجنز لتاني سطر من الفقره مش اول سطر، طبعا الريفرنس نفس الـ الريسيرش. انا مثلا ادي عندي الفقره دي، حلو، لو دوست على السهم الصغير ده الاندنت اند سبيسنج، المسافه البعديه ممكن اشتغل فيرست لاين او هانجنج، شوف انا عايزها ازاي اهو، بس واخده بالها من البريفيو، يعني اعمل لي فيرست لاين لاول سطر بس اهو، حاجة زي كده نفس الكلام، عايز اعمله هانجنج اللي هو يعمل لي باقي السطور ما عدا اول سطر. السبيسنج المسافة برضو من هنا اهو، عايز اعملها مثلا دبل، بحدد قد ايه الدبل اللي انا عايزه، بقعد احدد من هنا الات، وصلت ولا لسه؟ تمام.
فهو من هنا بلعب في الاعدادات زي ما انا عايز. السبيسنج اللي هو المسافه ما بين الاسطر في اللي هو اللاين سبيسنج، بحاول العب في اللاين سبيسنج على قد ما اقدر. هنا مثلا ادي الدبل ات، يعني حوالي عايز حوالي قد ايه، حوالي 3 اتنين ونص اتنين، هخليه مثلا اهو 4. شايفين التباعد؟ بحدد اهو، حدد باجي من هنا من السبيسنج، بغير اختار ايا كان السبيسنج اللي انا اختاره. دبل ات يعني حوالي ايه، مثلا حوالي 2 اهو. في حاجة مش مفهومة لحد الآن؟ هو الحاجات اللي هي تمام. الصورة نفسها بعمل انسيرت اهو، بيكشرز انا مش عايزها اونلاين. this device اخترت مثلا الصورة دي. فالسؤال هنا، هل ممكن اعمل إمالة للصورة تاني غير 90؟ من more rotation option، اهي من more rotation option جايلك لك روتيت. ايه الروتيت؟ انا عايز اعملها إمالة قد ايه؟ 1 2 3 4 5. عايز اعمل إمالة مثلا 45 درجة، دوست اوكي. فين الصورة؟ راحت اهي. عمل لي إمالة للصورة 45 درجة، عمل لي إمالة ليها 45. اروح روتيت تاني، اختار المور روتيشن اوبشن. تمام. دي بالنسبة هنا للويدث اللي هو العرض، وهنا الهايت الارتفاع، ارتفاع الصورة وعرض الصورة. السكيل اللي هو بيقول لك يعني هنا ان الهايت نسبته 33% والارتفاع نفس الكلام. بيقول لك هنا الحجم الطبيعي، مدي لك المسافات تحت. زي ما قلنا هنا من الروتيشن بختار الإمالة اللي أنا عايزها. اخترت مثلا إمالة 50، فعمل لي إمالة 50. تمام. ووضحت للناس ولا لسه؟ هو المحاضرة النهاردة كان فيها بعض الفنيات. خدنا تاب فايل، هوم، انسيرت، ديزاين، لي اوت. هو كان المفروض نشرح ريفرنس النهارده، بس يعني انا مش هزود على الناس اكتر من كده. تاب ريفرنس مهم جدا الناس تركز فيه. محاضره الخميس ان شاء الله هناخد فيها تاب ريفرنس، وهناخد فيها تاب الميلينج. تمام. ولو فضل وقت معانا هناخد الريفيو والفيو، الريفيو والفيو. هنخلص شرح ان شاء الله، وبعد الشرح هنبتدي نعمل تطبيق على كل اللي احنا خدناه في برنامج مايكروسوفت وورد. هنتعلم ازاي نعمل غلاف كتاب، وازاي نعمل شهادة تقدير، وازاي نعمل كارت شخصي، ازاي مثلا اعمل شكل انيميشن بس ثابت مش متحرك، لان برنامج الوورد خاص بالاجزاء الثابتة وليس المتحركة. تمام. هنتعلم ازاي نتعلم ازاي نعمل نرسل بريد الكتروني بواسطة برنامج الوورد، ونتعلم برضو في نفس الوقت ازاي اعمل شير للشاشة اللي عندي على برزنتيشن اونلاين. تمام. فانا النهاردة مش هزود اكتر من كده، هقف عند اللي اوت. فقبل ما انتهي، الناس عندها اي سؤال بخصوص محاضرة اليوم؟ محاضرة اليوم كان فيها فنيات كتير، فيا ريت الناس تراجع المحاضرة كويس. جزء الترقيم ده تراجعه، جزء ان انا ازاي الون صفحة دونا عن التانية، جزء العلامة المائية لصفحة واحدة بس،
جزء اللي هو الأرقام لو ما كانتش مظبوطة عندي مثلا من رقم 10 بعملها إزاي. برضو في اللي أوت موضوع الكولوم الأعمدة، لو شغال أعمدة وبعد كده عايز أرجع تاني كصف واحد بعمله إزاي من مور كولوم، المسافات البادئة إزاي، المارجنز والسايز. تمام. الجزء بتاع الرينج ده خدناه قبل كده في تاب انسيرت لما باجي ادرس الصورة، قلناه كذا مرة. معانا ان شاء الله باذن الله النشن تكون عندها علم. المحاضرة الجاية هناخد الريفرنس، بس برضو يعني انا من هنا ورايح قبل كل محاضرة هديكم بعض الفنيات الخاصة بالبرنامج نفسه. تمام. بعض الفنيات الخاصة بالبرنامج نفسه، وهندخل على تاب ريفرنس وميلينج. ريفرنس وميلينج دول إن شاء الله هتشرح المحاضرة الجاية، لو فضل معنا وقت هنكمل ريفيو وفيو. احنا كده يعتبر لحد قائمة لي اوت خلصنا حوالي 75 او 80% من البرنامج. الريفرنس ده لوحده ده مهم اكتر للناس اللي بتعمل ابحاث علمية. تمام.